فريق ساكر بانش مهتم بصنع دراما الساموراي بنفس الشكل الناجح في أفلام أكيرا كوروساوا. جزيرة سوشيما بتكون مفتوح لك للمغامرة حتى توقف هجوم المغول، وهذا مبني على أحداث واقعية. ما راح تحصل في عالم اللعبة علامات توضح لك الطريق، لكن راح تستكشف اللعبة على حسب المعالم الموجودة. اللعبة فيها تقنيات متطورة حتى تناثر الدم يكون أكثر واقعية، وراح تعطيك حرية كبيرة في أسلوب اللعب، حيث تستخدم الخطاف لتتجاوز الأعداء أو التخفي دون الدخول في مضاربات. برضو فيه العديد من الأدوات المتنوعة من أسهم نارية وقنابل تلصق وغيرها. حلفائك بيساعدونك في القتال، إلا أن القصة بتتأثر على حسب اللي تسويه. كمثال، حلفائك بيساعدونك على نشر إشاعات الشبح اللي هو أنت، إلا أنه ممكن يوقفون ضدك إذا اتخذت قرارات ما يوافقون عليها. بعد ما نزلت تسريبات بأن كابكوم جالسة تشتغل على أكثر من لعبة ريزيدنت إيفل، وبأن فريق M2 المسؤول عن ريميك ريزيدنت إيفل 3 جالس يطور أحدهم، طلع موقع VGC وأكد بأن أحد هذه المشاريع هي ريميك للجزء المفضل عند الكثير وهو ريزيدنت إيفل 4، وهذا الريميك دخل مرحلة الإنتاج من فترة طويلة، ومقرر بأن الريميك راح يصدر في 2022. سايبر بانك 2077 حتى الآن راح تصدر في شهر سبتمبر القادم، وعملية تطوير اللعبة نوعا ما انتهت. مع ذلك في احتمالية كبيرة بأن النسخة الأولوية للعبة راح يكون ناقصها جزء من التمثيل الصوتي، وهذا كان بسبب أن استديوهات التسجيل أغلبها قفلت بسبب تفشي فيروس الكورونا، والفريق راح ينزل تحديث لليوم الأول من اللعبة حتى يتم إضافة هذه الأصوات. حسب كلام المسرب ديس جولم بأن كوجيما عنده عروض من شركات نشر كبيرة لدعم مشروعه الجديد. وش تتوقعون؟ هل كوجيما راح يكمل مع سوني ولا راح يتركهم ويحول مع شركات نشر ثانية؟ عملية تطوير Dead Island 2 مرت بالعديد من التخبطات، واللعبة انتقلت من بين 4 فرق تطوير إلى الآن، ومن الإعلان عنها في 2014 واللعبة ما لها موعد إصدار. فريق التطوير الحالي هو Dumb Buster Studios يبحث عن مخرج فني للمشروع، وحسب الوصف الخاص بالطلب فالمخرج الفني بيساعد على إصدار الجزء الثاني من سلسلة Dead Island إلى المنصات المنزلية الحالية والمستقبلية. ازدادت الإشاعات في الفترة الأخيرة حول عودة لعبة الرعب والنجاة Silent Hill اللي كان آخر جزء لها نزل قبل 8 سنوات، وحسب الإشاعات فهي ريبوت محدود للسلسلة، حيث كانت كونامي تبحث قبل سنتين عن فريق تطوير يعمل على لعبة Silent Hill جديدة، وهنا تدخلت سوني لتوقيع اتفاقية بين الطرفين بحيث استديوهات سوني وبالتحديد الفريق اللي طور Gravity Rush وسلسلة Siren بيساعد في تطويرها، وراح تتقاسم تكلفة التطوير والأرباح بين كونامي وسوني على أن اللعبة تصدر حصريا على منصة سوني. الريبوت حسب الأخبار تحت التطوير من 1.5 سنة، وراح تكون إعادة تصور كاملة للأحداث بدون تغيير الأحداث السابقة في السلسلة.